لتوصيل التليفونات على الـ TEA، وهو بيشتغل معاه 8 تليفونات أيا كان نوعهم، ممكن تكون 8 تليفونات مميزة أو 8 تليفونات سنجل أو كومبينيشن من الاتنين بأي شكل من الأشكال في أي مخرج من المخارج. المخارج التمانية اللي عندي من 1 لـ 8 بتبدأ من اليمين للشمال. تليفون المميز طبعا لازم يبقى الكابل بتاعه 4 pin، وإلا مش هيشتغل. بيتشبك بداية في أول جاك، جاك 01 اشتغلت تمام. التليفون العادي عشان اوصله ممكن اوصله في اي جاك حتى لو كان جاك 01 برضو، لكن انا محتاج دايما العدة المميزة في جاك 01 عشان اقدر اعمل البرنامج واسجل الرسائل. جاك العدة العادية هتحط مثلا في 7 كده، ولو طلبنا 107 اشتغلت على 107. ارقام التليفونات بيبدأ من 01 02 03 لحد 108 حسب رقم الجاك. 01 هياخد 101، 02 هياخد 102. ده قابل للتغيير طبعا بالبرنامج. المعلومة المهمة اللي عايز اقول عليها ان انا مش دايما محتاج ان انا اعمل ريستارت للسنترال في بداية التشغيل، وطبعا انا طبعا ممكن اعمل ريستارت للسنترال او امسح البرنامج كله من البرنامج بخطوة برنامج اللي هي 3 ساعات. التليفونات هايبريد زي ما قلنا، ودي مداخل للثلاثة، خط الخارجي وده مدخل البيجينج وده مدخل اكسترا ميوزك سورس، ممكن اوصله على السنترال عشان يعمل باك جراوند ميوزك في حالة الهولد، او يعمل باك جراوند ميوزك على العدد المميزة. وشرحنا قبل كده المخارج بتاعة السنترال، وهو سنترال بسيط جدا. العدة السنجل بتحتاج 1 امبير، عدة الانالوج بروباريتي او 77-30 بتحتاج 2 امبير للتوصيل. البرنامج بتاعه هو البرنامج بتاع الـ TES-824 بحذافيره بنفس خطواته، مع ملاحظة ان ده تنتهي ساعته عند 3 خارجي و 8 داخلي. الـ TES-824 يوصل لحد 8 خارجي و 24 داخلي. شكراً.